ناس يعني. المرة الجاية برضو هنعكس، عشان بس عدد ايوه يحضر يا احمد، معاك. معاك يا دكتور احمد انا اولا انا في المحاضرات حتى العاديه يا احمد ما بفرقش معايا عدد الحضور، يعني انا ما عنديش مشكله مع فكره الحضور، انا عندي مشكله مع فكره ان انا اسيب الموضوع لوز فانا شايل ذنبك. لا لا خالص، هو مش لوز، الناس والله متابعة، بس زي ما قلت لحضرتك هو بس ظرف، والمشاريع إن شاء الله هتتسلم على آخر 12، فبإذن الله حتى محاضر آخر محاضرتين ولا حاجة هتلاقي العدد كله كامل. طيب خير، هو المادة دي اللي مسجلينها من إنتاج بس؟ لا بس لا في في احنا في كذا جامعة. كذا حد يعني، في كذا أقسام، بس معظمنا هنا أنا أعرف كذا حد من على شاشة إنتاج يعني. طيب أوكي، تعالوا نتكلم على إحنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا في تعريف يعني إيه كوست أكاونتينج، وبعدين ابتدينا نشوف هي ليه مهمة، وبعدين نتعرف على الترمينولوجي بتاعتها، وبعدين على الكومباريزون ما بينها وما بين الفاينانشال اكاونتنج، وبعد كده ابتدينا نتكلم في تعريفات الكوست، وقسمناها في الاول لان في حاجه اسمها كوست دايركت وكوست اندايركت. حد كان فاكر ايه الفرق بين الدايركت والاندايركت؟ حد كان احنا فاكر ايه الفرق بين الدايركت كوست والاندايركت كوست؟ هو كنا قلنا الدايركت انا حاجه الحمد لله قادر احسب كميتها، لكن الاندايركت مش قادر احسب كميتها. انا قادر احددها تحديد واضح جدا للبرودكت الواحد، لكن الثانيه بيحصل لها حاجه اسمها اللوكيشن. يعني ايه اللوكيشن؟ قلت لي يعني احتاج اعرف مثلا لو انت قلت لي زي ما قلنا في المره اللي فاتت الاكزامبل بتاع العربيات، فالماتيريال او عدد الفوانيس اللي هتتحط في العربيه ده محدد تحديدا كامل، واقدر احسبهم لك الفانوس ب 5 جنيه في 10 فوانيس يبقوا ب 50 جنيه مثلا. لكن قلت لي لو بتكلم مثلا على ماده التنظيف اللي بتنظف فيها العربيات ديت بعد كده، فانا ما اقدرش احسب بالظبط كل عربيه خدت قد ايه، لكن ارجع اقول ان ده كله على بعضه بند، اقول انه مثلا هيكلفني 500 جنيه فاقسمهم على عدد العربيات اللي عندي. فاهمين الفرق؟ اه يا دكتور، انا يعني مضطر اعمل لها حسابات زياده عشان اعرف اجيبها، مش بسهوله. مضطر اعمل لها حاجه اسمها allocation cost allocation، ان انا مش مباشره كده اقول لك دي بتتكلف كذا، محتاج اعرف المجموع وبعدين اعرف عدد العربيات عشان اقول لك كل عربيه نصيبها قد ايه. طب فاكرين ده ازاي دايركت او اندايركت في العماله؟ حد فاكر اكزامبل؟ كنا قلنا ان العماله اللي بتشتغل في خط الانتاج نفسه اللي على العربيه المعينه دي هم دول الدايركت، لكن العمال مثلا زي والاندايركت عمال الاندايركت زي عمال النظافه، زي العمال اللي هم يعني شغالين في المصنع ككل، يعني مش مختصين بحاجه معينه. اللي هم شيرد ما بين اكتر من حاجه. اه بالظبط يعني. وقلنا برضو في الاكسبنسز او الاوفر هيدز، في اوفر هيد بتبقى دايركت للعربيه زي مثلا تكلفه شحن العربيه الواحده دي انا عارفها، لكن في اكسبنسز اندايركت على سبيل المثال زي ايجار المصنع. ايجار المصنع ده مش هيتحط على العربيه واحده، ده هيتوزع على كل البرودكتس اللي عندي. تمام كده. احد تمام الكلاسيفيكيشنز المهمه برضو هي فكره هي فيكسد ولا variable cost. فاكر ايه الفرق بين الفيكسد والفاريبل؟ الفاريبل كنا ادينا مثال ساعتها انها زي ايجار المصنع بالنسبه لعدد العربيات، انا مش قادر احدد. لا ده indirect. لا هو هي الفيكسد هي ايجار المصنع نفسه، يعني هو ايجاره ثابت مهما حصل، في اخر الشهر بالظبط. بدفعه وفي اخر السنه قال لي بدفعه. لو تفتكروا المره اللي فاتت قلت لكم انا عايز اعمل الكوست اجينست اللي على الاكس اكسيس. هنا ايه بقى اللي على الاكس اكسيس ده؟ بيسميه الكوست درايفر. دي الحاجه اللي انت عايز تجيب الكوست اجينست ديت. لو انت بتكلمني ان الكوست درايفر ده هو عدد العربيات، فالفيكسد كوست هي الكوست اللي مش هتبقى ريليتد لعدد العربيات، زي قلت لي زي ايجار المصنع مثلا.
ده فيكسد كوست تمام. طب والفاريبل كوست قال لي اللي هي دايركتلي بروبورشنال لعدد العربيات، زي ما قلنا المره اللي فاتت لو تفتكروا الكاوتش بتاع العربيه مثلا، كل ما بتزود عدد العربيات الكاوتش اللي بتحتاجه بيزيد ولا ما يزيدش؟ بيزيد اي دايركتلي بروبورشنال على طول. على فكره اتفقنا ان العربيه الواحده فيها كام كاوتش؟ خمسه. خمسه، اوعى تنسى خمسه. حلو كده. وبناء عليه لو انت جمعت 20 عربيه فانت محتاج 5 في 20 ب 100، لو جمعت 30 عربيه محتاج 5 في 30 150. طالما دايركتلي بروبورشن للكوست درايفر اللي موجود على الاكس اكسيس ديت بيسمي ديت فاريبل كوست. في حاجه تانية على فكره بيسموها سيمي فاريبل، بس انا اكشوالي هركز معاكم على الفيكسد والفاريبل دول. بس تعالى بس نعرف دي يعني ايه سيمي فاريبل ديت. حد يقدر يديني اكزامبل كده يعني ايه سيمي فاريبل؟ يعني حاجه مثلا بتزيد مع عدد عربيات بس مش دايركتلي قوي يعني مثلا. ايوه يعني فور اكزامبل مثلا لو انت قلت لي لو انا ضعفت عدد العربيات للضعف فعدد الكاوتشات هيضعف للضعف، صح كده؟ اه تمام صح، دي واضحه جدا. لكن في شكل من اشكال الكوست ممكن يكون مش بيتناسب طرديا مع البرودكت، زي فور اكزامبل دلوقتي فاتوره الكهرباء اللي انت بتدفعها للمصنع، هل هتفرق لو انت انتجت عربيات او ما انتجتش؟ لا ما بتفرقش، بس بتزيد لما اعمل عربيات اكتر. لا ده انا اديك بالشالوت. لا ثانيه، اه هي بتفرق فعلا صح، لان كل ما عربيات كترت كل ما المكن اشتغل اكتر كل ما استهلكت اكتر. بالظبط كده، لكن ما اقدرش اقول ان هي دايركتلي بروبورشنال. فاهمين حاجه؟ ايوه تمام يا دكتور. يعني فاتوره الكهرباء مثلا غير ايجار المصنع، ايجار المصنع انت لو ما انتجتش ولا عربيه هتدفعه ولا مش هتدفعه؟ هتدفعه ثابت. هتدفعه، لكن فاتوره الكهرباء ليه علاقه بالانتاج؟ مش مباشر يعني، في حاجات تانية بتاثر على الكهرباء برضه. بس انا قصدي لو انا ما انتجتش ولا عربيه تبقى الفاتوره اكيد اقل، صح؟ بالظبط ايوه بالظبط. لكن هو مش دايركت للبروبورشن لعدد العربيات، فده مثلا يسميه سيمي فاريبل. احنا لما هنيجي نعمل اناليسز او لما نيجي ندرس مش ههتم قوي بالسيمي فاريبل ده، يعني هقسم اللوسز اللي عندي لفيكسد وفاريبل كوست. تمام كده؟ وضحت النقطه ديت؟ اه تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب انت بعد كده زي ما قلت لك كان جزء نظري، لكن بدايه الموضوع بقى اللي فيه مسائل هو اللي هنبتدي نحسب الموضوع احسن. يعني خلي بالكم احنا كل ما هنحل مسائل المفاهيم ديت هتترسخ في دماغنا وتبقى ويل ديفايند كده ومفيش فيها لبس ان شاء الله. ال 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 اول حاجه واهم حاجه هنبتدي ندرسها حاجه اسمها البريك ايفن بوينت. حد سمع قبل كده كلمه بريك ايفن ديت؟ كانت في مادة الإيكونومي إنجينيرينج إيكونومي في تانية، في بريك إيفن أناليسز. أه أفتكر في تانية في الإيكونومي في كورس في شابتر اسمه بريك إيفن أناليسز. لا أنا يعني إيه بريك إيفن ديت؟ هي نقطة بحدد عندها لما يكون في مشروع مثلا او حاجه، هي نقطه بحدد عندها بعدها ان انا المفروض ابدا اكسب يعني. ماشي تعالوا نتفرج على شكل كده الاول وبعدين البريك ايفن هي نقطه التساوي اللي هي بيبقى دكتور النقطه اللي بتساوي فيها الارباح الربح مع الكوست. طيب تعالوا نتفرج بس على شكل دلوقتي. لو انا بعمل اناليسز هنا بين الكوست والنمبر اوف برودكتس، انا عندي اي سلعه متخيل الكيرف ده بيطلع شكله عامل ازاي؟
يطلع عامل زي الكيرف ده. ريكتلي هل تتوقع مثلا ان ستريت لاين بادي من الاورجن؟ لا، بيبقى في ديفيشن الاول كده اللي هو بتاع اللوسز الاول على ما بيع. لا انا مش بتكلم على البيع دلوقتي، انا بتكلم على تكلفه المنتج، انا لسه ما بيعتش. تمام. عايز اعرف المنتج ده بيكلفني قد ايه. تعال نقول ان المنتج ده على الاكس اكسس هنا ده عدد عربيات، متخيل ان الكوست بتاعتك ديت بتزيد مع زياده عدد العربيات؟ بتقل. يعني ايه بتقل؟ يعني المفروض كل ما عدد العربيات تكتر او كل ما النمبر اوف برودكتس بتاعتي بيقل، تكلفه العربيه الواحده بتقل. وانا مش بعمل اجنس تكلفه العربيه الواحده، انا بعمل اجنس تكلفه عدد العربيات كلهم. يعني لو انتجت 100 عربيه هصرف فلوس، لو انتجت 200 عربيه هصرف فلوس اكتر ولا اقل؟ طب هو انا ممكن بس اكتر. لما تنتج 200 عربيه هتصرف فلوس اقل اكتر. يا جماعه انا مش بتكلم على تكلفه العربيه الواحده. او بص يا دكتور، او دلوقتي لو احنا كمثلا انا كانتاج، تمام، في اسطمبه دلوقتي انا هنتج حاجه معينه، الاسطمبه دي ليها لايف تايم معين، كل ما انتج عدد اكتر كل ما كوست الحاجه نفسها هتقل. انا مش بتكلم بقى على كوست. اسمك ايه يا باشمهندس؟ انا احمد عبد الرحمن ثالث انتاج. حاج احمد، انا مش بتكلم على كوست الحاجه الواحده، مش بتكلم على الكوست بير يونت، انا بتكلم على الاوفرول كوست اللي انا بطلعها من جيبي. انت في الاسطمبه دي مثلا دفعت تعال نقول دفعت 10,000 جنيه. تمام. حلو كده. اللي انا فاهمه من كلامك الاسطمبه دي انا عاملها عشان اصب فيها حاجه زهر. تمام. حلو كده. حلو. كل حاجه بتصبها بتحتاج شويه زهر ولا ما بتحتاجش؟ طبعا اكيد انا هصرف عشان اجيب ماتيريال، لو الرو ماتيريال في الاول بحتاج مثلا شويه زهر، تعال نقول ب 100 جنيه. حلو كده. فلو انا انتجت 100 منتج هدفع فلوس قد ايه؟ هدفع حق الرو ماتيريال اللي هتنتج لي ال 100 منتج. ثانيه واحده هتدفع هنا في الاول ال 10,000 جنيه بتوعك دي فيكسد كوست، ملهاش علاقه انت هتنتج كام وحده، صح؟ صح جدا. حق الاسطمبه صح. هاجي هنا عند 100 يونت هتدفع فلوس قد ايه؟ صفر بتهيألي، يعني انا لان انا كلفته اوريدي فبيمشي كونستنت الاول، صح؟ لا خلي بالك بس ثانيه واحده، لما تبقى 100 يونت انت كده دافع ال 10,000، صح؟ وهيزيد عليها ايه؟ احنا قلنا كل يونت بتتكلف قد ايه؟ ايه؟ هيزيد عليها تكلفه العربيه. دي مش عربيه دلوقتي، احنا بنتكلم في احمد، سيبك من العربيات، احنا بنتكلم في الداي اللي عملها احمد عشان يصب فيها حاجات. تمام. احنا اتفقنا هو بيحط في الداي الواحده، الداي الواحده رو ماتيريال ب 100 جنيه. هنا هو عمل خمس وحايد. خمس اسطمبات يعني. فالمفروض يدفع كام؟ المفروض يدفع 500 لو كل واحده 100. دفع 500 وفي 10,000 جنيه من الاول، فبقى هنا مثلا ب 10,500. اللي انتوا بتقولوه بقى دلوقتي ان تكلفه الواحده منهم هتبقى 10,500 على 5، صح؟ تمام. طب لو انا بدل ما اعمل 5 عملت 20، خلي بالكم انت قلت لي الواحده ب 100 جنيه، فال 20 هيبقى دافع كام؟ 2000. 2000 مبدئيا ال 10,000 الفيكسد موجوده ويزيد عليهم 2000 جنيه، صح كده؟ فتبقى تكلفه الواحده كام دلوقتي؟ تبقى 12,000 على 20. على 20. ده بقى اللي انا عايز اقوله، انت كل ما هتزود عدد اليونتس بتاعتك هتبقى الكوست لكل واحده ازيد ولا اقل؟
اقل اقل اقل، لكن الكوست التوتال اللي انت بتدفعها، انت كنت بتدفع هنا 10,500، هنا دفعت 12,000، دي 100 واحد هتدفع كم؟ هدفع اكتر برضه يعني، هدفع 100% زائد ال 10,000 يعني هدفع 20,000، يعني 20,000. فشكل الكوست بيطلع حاجه كده، ده مش الكوست بير يونت، الاوفرول كوست اللي انا دفعتها. سمعنا يا شباب ولا الصوت راح؟ لا معاك يا دكتور، بس هو حضرتك بيطلع لينير كده ولا بيزيد، ولا بيزيد بريليشن تانية معينة؟ عشان مش يعني مش عارف بصراحة، مش شباب سامعيني ولا صوتنا؟ ماشي لين. سامعينك يا دكتور، حضرتك سامعني؟ ماشي ايه؟ بقول انا دلوقتي سامعك انت، حضرتك سامعني كده؟ مش مقتنع انها ايه؟ مين اللي بيكلم؟ عبد الرحمن؟ ايوه يا دكتور انا عبد الرحمن. ليه عبد الرحمن مش مقتنع انها مش لينير؟ يعني لان احنا ابتدينا ب10,000، بعد كده ماشيين 10,500، مش عارف كام، وهكذا المبلغ بيزيد، يعني مش فيش ريليشن معينه تانية. تعال نجيبها، تعال نجيبها من ناحيه ثانيه، تعال نجيبها من ناحيه ثانيه. عبد الرحمن ركز معايا، انا هقول هنا كوست وهنا نمبر اوف برودكتس. الكوست دي حتتين، في حته اسمها فيكسد كوست، زي مين في الاكزامبل بتاع احمد؟ تمن الاسطمبه المفروض، يعني تمن الاسطمبه. الله ينور عليك. وفي كوست تانيه عامله كده اسمها variable cost. ال variable cost دي بتعتمد على عدد المنتجات، دي بتعتمد على عدد المنتجات. دي زي مين بقى؟ هي الـ وخلينا في الاكزامبل بتاع عدد المرات اللي استخدمنا في الاسطمبه، يعني لا انا قصدي بدفع فلوس في ايه انا ساعتها كل ما استخدم الاسطمبه؟ انا بدفع فلوس في تشغيلها وفي الخامه برضه، في الماتيريال بدفع فلوس، صح كده؟ الفلوس الخامة دي ثابته ولا بتتغير؟ هي بتتغير على حسب على حسب عدد البرودكتس اللي انا عايز انتجه، صح كده؟ وبدفع فلوس للعامل اللي هيصب، والعامل اللي هيصب برضه. النوع ده من الكوست بيتناسب طرديا مع عدد برودكتس ولا لا؟ ما هو ده يا دكتور بقى اللي انا بسال فيها، يعني مثلا العامل، هل العامل بحاسبه مثلا على عدد البرودكتس اللي هو انتجها، ولا هو خلي بالكوا من حاجه مهمه، مش احنا لسه قايلين من شويه ان الكوست بتاعتنا في حاجه اسمها فيكسد وحاجه اسمها فاريبل وحاجه اسمها سيمي فاريبل؟ ايوه تمام، صح؟ معنا. تمام ايوه. استبعدنا مين احنا بقى؟ استبعدنا مين؟ قلنا هنستبعد مين للتسهيل؟ السيمي فاريبل يعني؟ سيمي فاريبل. فتبقى الكوست بتاعتي كلها الفاريبل هي اني كوست؟ هتبقى هي هيبقى كل السيمي فاريبل فاريبل كوست يعني؟ بالظبط كده. انا هعتبر ان مفيش حاجه اسمها سيمي فاريبل، هشوف يا اما الكوست بتاعتي فيكسد يا اما فاريبل. يعني على سبيل المثال العامل اللي انت بتقول عليه دوت، انت عايز تقول لي ان العامل لو عمل وحدة هديله جنيه، لكن لو عمل 100 وحدة مش هديله 100 جنيه، صح؟ أنا بتكلم في حاجة مشابهة لكده يعني. بس خلي بالك بقى، العامل ده المفروض ما بيتعاملش بالوحدة. وما العامل بيتعامل بإيه؟ هو بيتعامل بعدد الساعات، يعني أنا عارف إنه بيتعامل عدد الساعة. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. والمفروض إنه في عدد الساعة دي يطلع عدد ثابت من المنتجات ولا متغير؟ هو بيبقى مطلوب منه كوتا، يعني ده لو يعني عدد يستوفيه.
ما يقلش عنه. المفروض ان انت دلوقتي بره لو انت بتعمل كوست اناليسز، ما انا كده هدخل نفسي في 500 حسبه، انا مش هفضل اخمن. انا ببقى عامل حسابي مثلا ان الداي ديت العامل بيشتغل فيها ربع ساعه، فيبقى العامل ده في الساعه هيخلص لي كام واحده؟ يعني في الساعه 4 هيخلص لي 4. انا عارف ان ساعه العامل ده ب 100 جنيه، فاقدر اقول ان نصيب البرودكت الواحد كام؟ يعني 125. يعني 25 جنيه خلاص. ده بقى فيكسد ولا فاريبل ولا سيمي فاريبل؟ لا بقى فيكسد كده. لا ما بقاش فيكسد، بقى فاريبل. فاريبل فاريبل ليه؟ لان هو بياخد 25 على كل يونت. طب لو عمل 10 يونت يعني هياخد 250. يعني هو ده بالظبط. لو مشيت مع الاكس اكسيس بتاعي، كل ما الاكس اكسيس يزيد فلوسه هتزيد. تمام حلو كده. تمام. لما تجمع بقى الكيرفين دول على بعض يدوني ايه؟ مش فاهم اللي هو الفيكسد والفاريبل يعني. لما اجمعهم مع بعض ارسم كيرف عامل ازاي مبدئيا. عارف صح. لما تجمع ستريت لاين على قيمه ثابته يطلع ايه؟ المفروض اللي هو اللينير ده يطلع فوق، يديفيت فوق ناحيه الواي اكس كده بالظبط. الكيرف الاسود بقى ده بقى اسميه ايه؟ مش عارف اسميه ايه. توتال. الله ينور عليكم. توتال كوست. تمام. خلصت ديت تماما يا دكتور. كده فيها مشكله؟ ده ماشي تماما مع اللي انتوا بتقولوه. التوتال كوست دوت بيقول لي انت كل ما هتزود عدد المنتجات بتاعتك الكوست اللي انت بتدفعها هتزيد، بس على فكره الكوست بير برودكت هتقل. فاهمين حاجه؟ ايوه تمام. انا مش بتكلم على الكوست بير برودكت، انا بتكلم على التوتال كوست. دي كل ما تزود المنتجات بتاعتك هتزيد ولا هتقل؟ لا هتزيد طبعا. هتزيد، دي لازم هتزيد. حلو كده؟ تمام. الكيرف الاسود ده فلوس انت بتدفعها ولا بتاخدها؟ لا بدفعها. بدفعها. هجيب فلوسي دي بقى منين يا كباتن؟ يعني بيبقى فيه بادجت محدده، بيبقى فيه ربح مسبق قبل كده بكلفه بدخله في دي مثلا كده. يعني يا عم انا هجيب فلوس منين؟ تعالى معايا السكه ربنا يبارك لك. هجيب فلوس منين انا؟ من ايه؟ ممكن قرض من البنك مثلا. مش هبيع. لا انا عامل المشروع ده عشان افضل اصرف فلوس. لا هو انا مش هبيع البرودكت. هي الاستنباط اللي انت كنت بتعملها دي بتبيعها ولا بتخليها تذكار؟ لا اكيد هبيعها. يعني. هتبيعها صح؟ هتبيع الواحده بكام؟ بالكوست زائد البروفيت. تعال نقول مثلا انت الفاريبل كوست بتاعتك كانت قد ايه؟ احنا اتفقنا ان الفاريبل كوست بتاعتنا بتاعت كل يونت مثلا كانت 100 جنيه. حلو كده؟ تمام. ولسه في فيكسد كوست اللي هو 10,000 جنيه تم طبق. هل ينفع تبيع اليونت الواحده اقل من 100 جنيه؟ لا. انت لو بعتها ب 100 جنيه اصلا هتكسب؟ لا برضه مش هكسب خلاص، بقى اللي كلفته هو اللي صرفته على طول، فمفيش ربح اصلا. لا ولسه عبيط لانك ما خدتش ثمن الاسطمبه ب 10,000 جنيه. صح. وفي الدفعه الاولانيه. فانت هتبيعه مبدئيا، اغلى من 100 جنيه ولا اقل منها؟ اغلى من 100 جنيه. تعال نقول انك هتبيعه ب 150 صح كده؟ تمام. هتبيع البرودكت الواحد بكام؟ ب 150 زي الفل. طب لو بعت اتنين برودكت هتبقى خدت كام فلوس؟ تمام 300. طب لو بعت 100 قال لي بتطلع عندي هنا كيرف تاني ميله اكبر من الكيرف الاولاني مبدئيا.
ان الميل بتاع الكيرف الاولاني كان هو الفاريبل كل واحده. الكيرف الجديد دوت حد شاطر بقى يقول لي ده الكيرف بتاع ايه؟ المفروض الكيرف بتاع البرودكت اللي انا هبيعه، بس هو في لاج بس عندنا السيلز بتاع الكيرف لسه ما ظهرش، ففي لاج يعني. اوكي لسه الكيرف ما ظهرش. يا نهار اسود. ظاهره يا نهار اسود، ده يعني ده بيجي بكره. لا خلاص ظهر. ظهر الكيرف الازرق دوت. تمام. ده السيلز بتاعتك او ريفينيو. تمام. جه منين دوت؟ ده من المنتجات اللي انا بعتها. صح كده؟ كل ما هتبيع اكتر هتاخد فلوس اكتر ولا اقل؟ هاخد فلوس اكتر اهو. النقطة دي بقى اللي هي هتجي لك انت بعد ربع ساعة تقريبا. هي البريك ايفن بوينت يا دكتور، هي اللي بيتساوى فيها الربح مع الخسارة او مع التكلفة يعني. لا انا مش مفتاح ولا بتستنتج ولا ايه؟ ايوه مش هي دي النقطة اللي بيتقاطع فيها التوتال كوست مع السيلز او الايرادات بتاعتي او الريفينيو. ظهرت عندكم ولا لسه التايم لاج؟ ظهرت يا دكتور. ظهرت؟ طيب النقطة دي بقى كانت مطلعة لي هنا على الاكس اكسيس دوت مطلعة لي 545. معناه ايه الرقم 545 ده مثلا؟ معناه ان انا عند البرودكت رقم 546 انا كده بدأ يظهر عندي بروفيت اصلا. صح كده. فلغاية البرودكت 545 تمام كده انا معوضتش فلوسي. صح؟ حد عارف الرقم اللي هنا اللي على الواي اكسيز هيبقى كم؟ هنضرب 545 في 100 زائد 10,000. لا إجابة، أنا عايز إجابة أحلى وأسرع. 54 في 150 توتال كوست. بس كده يا معلم، مش توتال كوست، سعر الوحدة. تمام. سعر الوحدة، أنت بتبيع الوحدة ب 150. تمام. صح. فلما تضرب الرقم ده كده هنا هيطلع لي 545 في 150. الرقم ده يطلع كام؟ حد يقول لي رقم معلش. واحد وثمانين ألف سبعمائة وخمسين. واحد وثمانين ألف سبعمائة وخمسين. يا دكتور. صح كده. اسمه البريك ان ماني. يعني لو انت عايز تعرف البريك ايفن بتاعتك عدد منتجات، اقول لك البريك ايفن هيحصل عندي لما بيع 545 منتج. لو عايز تعرف البريك ايفن كفاليو يعني كفلوس، هقول لك هيحصل لي بريك ايفن لما لم 81750. وصلت ديت؟ وصلت يا دكتور. بس هي كده شبه بتاعت الايكونومي بالظبط. هي في الايكونومي برضو كان طيب. بعد البوينت دي كانت ايوه. هو البريك ايفن هيختلف في ايه؟ السؤال اللي لازم يطرح نفسه هنا عند 400 وهنا عند 700. انا بكسب ولا بتخسر؟
المفروض عند ال 700 بكسب وعند 400 لسه بخسر. عند 700 بتكسب وعند 400 بتخسر صح؟ المفروض عشان انا حددت البريك ايفن بوينت. تعرف تقول لي بتخسر كم وبتكسب كم؟ تعرف تقول لي بتخسر كم؟ احدد عن طريق القيمه اللي هي 81000، مش فاكر 700 كام، يعني هضرب عدد البرودكت في الامر وهجيب الفرق. الفرق ده لو بالنيجاتيف ساعتها يبقى بخسر، بالبوزيتيف لا لا معلش معلش، واحده واحده واحده، خدنيش وتمشي كده. كام عايز رقم؟ احنا قلنا برضو تعالى عشان خاطر بس تبقى رقم معروف، احنا قلنا تمن بيع الوحده كام؟ تمن بيع اليونت 150 وتكلفتها 100. تكلفتها كام؟ مية مش كده؟ ده 100 دي الفيكسد ولا الفاريبل؟ هذه الفاريبل. دي الفاريبل صح كده؟ قلت لي تمام تمام تمام. فلو انت عند 400 المفروض سيادتك تشد خط راسي كده صح؟ مين الأعلى، الكوست ولا الريفينيو؟ دكتور بس الصوت بيقطع خالص يعني، والشاشة تقريبا مغلوشة كده. الشاشة بقالها فترة بايظة كده مش ظاهر حاجة. ظاهر حاجة طيب؟ لا لسه. في خط احمر كده وفي واحد واثنين. هو دكتور بس لو تقفل الشير وتفتحه تاني عشان الصورة ضرب ألوان كده يعني بايظة الصورة نفسها أصلا. ماشي حاجة. ظهر حاجة يا شباب؟ عندي لسه الشاشة سودة خالص. ظهر حاجة؟ لا لسه يا دكتور. إن شاء الله.
وحضرتك ممكن تجرب تقفل وتفتح تاني كمان مرة يعني، عشان هي مش سامعين يا هتكون شباب؟ تسلسل في ماوس بس. سامعين يا كابتن؟ سامعين؟ وصلت الشاشة طيب؟ وصلت الشاشة دي عندكم؟ لا يا دكتور ما وصلتش لسه. لسه وصلت. وصل الصوت وصل؟ اه السلايدز ظهرت والصوت وصل. صوت حضرتك فاصل يا دكتور. سامعين دلوقتي؟ وان شاء الله هنحل مسائل بارقام.
هو الدكتور خرج ولا ايه؟ انتوا كلكم خرج، انا قاعد لوحدي. تقريبا النت عنده قطع، هو قفل خالص يعني. اصلا مكتوب عندي الستاتس بتاعت انه في ميتنج. دخل ميتنج تاني؟ لا ما اظنش يا راجل، ما مش كده. هو الدكتور اصلا نزل السلايدز بتاعته دي في حتة. نزلها. انا لما فتحت التيمز اشيك عليها لقيته منزلها من ساعة. قعدت ادور عليها النهارده الصبح ما لقيتهاش. لا ما هو منزلها من ساعة. هو الدكتور راح فين يا جماعة؟ خرج من الميتنج، في ظهر عنده مشاكل. هو الموضوع هيفضل كده ان انت تقطع عند الدكتور يعني يا رب، يعني الموضوع يظبط ان شاء الله. هو مين المفروض ان عندنا بيتواصل معايا او كده يعني؟ مين المندوب احمد بتاع حمدي. المادة؟ احمد حمدي. طب احمد لو تعرف تبعت لنا كده تشوف هو عمل ايه. ماشي، هو كل ده بيسجل، فاحنا بس نوقف. شو هي بعد سألو